بعد ليل من التوتر توج بتأجيل جبهة النصرة تنفيذ قرار التصفية بحق المخطوف علي البزال، عاد الهدوء إلى ساحة رياض الصلح، وما زاد من ارتياح الأهالي إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن توجهه إلى سوريا في اليومين المقبلين لمتابعة المفاوضات مع الجهات المعنية هناك، إضافة إلى استمرار توقيف العقيد السوري عبد الله الرفاعي لدى المديرية، هذا فضلا عن توقيف زوجة أبو بكر البغدادي. هذا أمر قلب المفاوضات جذريا، يعني هلأ صارت الأوراق الضاغطة والقوية بيد الحكومة اللبنانية. شو بتوجهي لرسالة اليوم للحكومة بعد هذا المستجدات اليوم؟ هلأ بإيدكم إشي كتير قوية، قلبوا الموازين على الآخر ورجعوا لنا أولادنا. أنا مطيحة ما بعرف، إنه هيك بتحس إنه تخفيف الضغط علينا شوي، واللواء عباس إبراهيم إنه عطانا كلمة كمان إنه إن شاء الله المفاوضات تمشي واتكل على الله. اتصال رئيس الحكومة تمام سلام بأمير قطر تميم بن حمد الثاني الذي تمنى فيه تحريك الوساطة القطرية، مع ما سمعه سلام من وعود على هذا الصعيد أرخيا بظلالهما على اعتصام رياض الصلح. فيك تقول ان الشغلة الاساسية اللي كانت هي قصة ذبح علي البزال، وعلى ما قالوا انه في اثنين غيره اللي بذل جهد فيها اللواء عباس ابراهيم الوزير وائل فاعور. اذا ما دامت السلطات اللبنانية تتحرك كما يجب لاطلاق سراح العسكريين، ما دام قطع الطرقات في الصيف والمناطق الاخرى مجمدا، فهل تكون هذه الجولة من المفاوضات اكثر جدية من سابقاتها؟